إذن مشاهدينا متابعينا الكرام، ينطلق في هذه اللحظات شوطنا الخامس، وشوطنا الخامس هو مخصصا لفئة القعدان. هنا في هذه اللحظات يسير هذا الشوط، ونتابع وإياكم المقدمة والصدارة على المركز الأول. عتيم على مقدمة هذا الشوط، حمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة يتقدم مع عتيم على المركز الأول، ومع صدارة هذا الانطلاق في هذا التحدي المركز الثاني، النقلة إلى مستوى المركز الثاني، حيث نتابع الحضور والتقدم على المركز الثاني هنا في هذه اللحظات. هناك القادم على ثاني المراكز، كنز لمبارك بن سلام، لمبارك بن سالم المهيري قادما مع كنز على المركز الثاني، وفي المركز الثالث القادم مهدي على المركز الثالث، سعيد بن راشد بن سعيد العويسي هناك يقدم لنا مهدي على المركز الثالث هنا في هذه اللحظات. المركز الرابع والم قادما على رابع المراكز، لعمر بن راشد بن محمد الخيلي على المركز الرابع هنا في هذه اللحظات. كما ننتقل إلى المركز الخامس، نتابع القدوم من الشعارات الواصلة هناك بوجود القشمري خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة قادما على المركز الخامس هنا في هذه اللحظات. وفي سادس المراكز، المركز السادس قادم الذيب لمطر بن محمد بن علي المنصوري على المركز السادس هنا في هذا التحدي، وفي المركز السابع القادم اللي هو مهند لسهيل بن سليم بالأسود العامري قادما هناك في هذه اللحظات على المركز السابع. المركز الثامن، في ثامن المراكز قادما ارسال محمد بن سلطان بن رشيد السويدي يبعث لنا ارسال هنا في هذا التحدي، وبهذه المنافسة القوية نستكمل النتيجة مع الاسماء القادمة مع الكادر السفلي. القدوم ايضا من قبل اللي هو الحذر القادم لسالم بن سعيد بن كاسب المسافري يتدخل مع وجود الحذر هنا في هذه اللحظات المثيرة، ولكن وصل خداع قادم شعار بن ميرين، وصل محمد بن سلطان بن ميرين الاكتبي ياتي مع وجود خداع هنا في هذه المنافسة. هكذا هي النتيجة الكاملة المكملة مع برز الأسماء المشاركة في هذه اللحظات القوية، ولكن نعود إلى المركز الأول، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول إلى بداية هذا الشوط في هذه اللحظات المثيرة. يا سلام، هناك الصدارة مشاهدينا الأعزاء، كنز على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول. مبارك بن سالم بن جلاف المهيري يتقدم على بداية هذا الشوط، يقدم لنا كنز من كنوز هذه المنافسة القوية في هذه اللحظات المثيرة. ولكن مهدي استلم الصدارة، استلم القيادة السليمة على المركز الأول. سعيد بن راشد بن سعيد العويسي، هناك شعار بن راشد يتواجد على المركز الأول بوجود مهدي على بداية هذا الشوط وعلى المركز الأول. هناك يغير إلى الصدارة، ينتقل إلى المركز الأول واختار الموقع الصحيح هنا في هذه اللحظات. المركز الثاني، كنز قادم على المركز الثاني، مبارك بن سالم بن جلاف المهيري هناك يتواجد على المركز الثاني مع وجود كنز هنا في هذه اللحظات. المركز الثالث، القدوم مشاهدينا الاعزاء، والم يا والم، والم قادما على المركز الثالث عمر بن راشد بن محمد الخيالي، ولكن مشاهدينا الاعزاء على المركز الرابع، الله يا القشمري، القشمري قادم على المركز الرابع، خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة قادم هناك في هذه اللحظات، أحد ممثلين ميدان السوان يتواجد هناك.
هناك مع أداء القشمري هناك في هذه اللحظات القوية، ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول إلى مقدمة هذا الشوط. ولكن مهدي انطلق على البداية الأولى على مقدمة هذا الشوط، سعيد راشد بن سعيد العويسي، ولكن كنز يغير مع اللحظات الأخيرة ما شاء الله وتبارك الرحمن على هذا الأداء المميز الذي يقدمه كنز مع اللحظات الأخيرة. ما شاء الله ما شاء الله على هذا الإبداع المميز الذي يقدمه كنز على مقدمة هذا الشوط. الأداء تلقائي هنا بدون أي أوامر ولا تعليمات تصدر لأداء كنز على مقدمة هذا الشوط. بدأ بالانفراد القوي، الانفراد الشاسع نحو خط النهاية. منقول سلام، منقول سلام إلى مالك كنز. لمبارك بن سالم بن جلاف المهيري على انتصار كنز بالمركز الأول. والعصا في الإبطان، العصا قرز بدون أي أوامر ولا تعليمات. تهانينا والناموس إلى مالك كنز. لمبارك بن سالم بن جلاف المهيري على انتصار كنز بالمركز الأول. وللعلم بدون يوامر المركز الثاني وصل مهدي سعيد راشد بن سعيد العويسي. المركز الثالث هناك وصل مشاهدين الأعزاء الحذر لسالم بن سعيد بن كاسم المسافري. المركز الرابع، المركز الرابع كان الوجود من والم لعمر بن راشد بن محمد آل خيلي. هكذا هي الأسماء. نعود إلى التوقيت الزمني 6:24. تهانينا والناموس مشاهدينا الأعزاء في هذه الانطلاقة إلى مالك كنز من حقق ناموس هذا الشوط. المبارك بسالم بن جلاف آل مهيري على انتصاره بالمركز الأول، وتهانينا أيضا إلى جميع الفائزين.